بايدن جاي اليوم في راس المولد إلا سبع شهور محمد لليوم ما عرفنا ولا أي إيش عنه ولا في أي معلومة بتأكد استشهاده ولا في أي خبر لهلأ بأكد إن شو صار مع محمد وشو شو تفاصيل العملية اللي صارت مع محمد غير الأخبار اللي شفناها على التلفزيون طبعا اللي هي ما بتعد مصداقية بالنسبة لنا لأنها كانت متضاربة مع بعض. أنا اليوم جاي من دوار الشهداء من نابلس لأوصل رسالة لبايدن اللي جاي يزور فلسطين ليضغط على الرئيس أبو مازن عشان ما يرفع قضايا أولادنا المحتجزين للجنايات الدولية، لأنه إحنا من فترة عملنا مسيرات ومنطالب الرئيس ليحول ملفات جثامين الشهداء للجنايات الدولية. وطبعا في كان حراك ممتاز بالنسبة للحكومة وللرئيس. أنا بوصل رئاسة رسالة للرئيس، بقول للرئيس أبو مازن ما يتساهل ولا يتنازل عن قضايا أولادنا. إحنا بدنا نرفع ملفات أولادنا للجنائية الدولية، بدنا نوصل صوت أولادنا، بدنا نفضح جرائم الاحتلال اللي عم بيرتكبوا كافة أنواع الجرائم. أنا من مدة أسبوعين سمعنا تصريح من الرئيس الحكومي يشتية بيقول إنه بيستخدموا جثامين الشهداء كحقل تجارب للجامعات الإسرائيلية، وأنا اليوم من هون بناءً عن أهالي الشهداء كاملة اللي كلفوني إني أوصل صوتي. إحنا بنقول لأولادنا للرئيس بايدن أولادنا مش في إيران تجارب للجامعات الإسرائيلية، أولادنا أشرف من كل العالم، أولادنا الأولاد الشعب الوحيد اللي قال لإسرائيل ولليهود لا، رايحين انت بدنا نقولهم لا ورايحين انت بدنا نقاوم، وهذا حقنا الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.